ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ومشاكلنا واجمعنا معهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. دخل عمر رضي الله عنه وأرضاه والحبشة يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر رضي الله عنه فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر، فإنما هم بنو أرفدة. أرفدة؟ بنو أرفدة. نعم. هذا الموقف أن عمر الخطاب دخل فوجد الحبشة يلعبون بالحربة، كان هذا يوم عيد، فحصبهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر، فإنما قال فإنما هم بنو أرفدة. طيب، هذا موقف عظيم جدا لعمر، وأجلى لنا مسائل كثيرة، المسائل العقدية والمسائل أيضا الفقهية، وهي مسائل اتباع أكثر منها. أول شيء في هذا الباب تعظيم عمر لحرمات الله جل في علاه. قال الله تعالى: ما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. فعمر بن الخطاب من تعظيمه لشعائر الله جل في علاه دخل فحصبهم، ضربهم، دخل فحصبهم، وهذه شدة عمر في مسألة تعظيم الدين. تعلمون من شدة عمر في تعظيم الدين أنه قام للنبي وقال له: لا تصلي عليه، لا تصلي عليه، إنه من المنافقين، ومنعك الله من الصلاة. قوة عمر في الدين، في الحق. وأيضا دخوله لما دخل ووجد النساء، وهذه موقف سيأتي، قال لما قال: يا عدوات أنفسكن، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تهبنه، قالوا: إنك أفظ وأغلظ في هذا. فالحاصل بأن عمر كان له شدة في نصرة الدين، وأنت ترى ذلك عندما اشتد على أبي بكر، قال: كيف تقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. مفهوم؟ فالحاصل هذه قوة عمر لنصرة الدين، تعظيم شعائر الله جل في علاه عند عمر، لذلك حصبهم واشتد عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قد فرح بعمر وقال: اهني يا عمر والذي نفسي بيدي، يعني ما سلكت فجا الا سلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته. يعني تعظيم عمر شعائر الله جل في علاه ايضا جاءت في مساله أسارة بدر وأنه قال: لا أرى أن تعطيني فلان بن الخطاب أضرب عنقه، وتعطي أبا بكر محمد أبا بكر فيضرب عنقه، وتعطي عليا عقيل ابن أبي طالب فيضرب عنقه، لنصرة الدين. في هذه المسألة الأولى قوة عمر بن الخطاب في تعظيم شعائر الله جل في علاه ونصرة الدين لا يلام. المسألة الثانية إنكار المنكر باليد في وجود ولي الأمر. لذلك قلت الذي ينكر المنكر باليد دون إذن ولي الأمر هذا افتيات على ولي الأمر. لما؟ مع أن الأصل أن الحديث معه، قال: من رأى منكم منكرا إيش؟ بيده فلما استطع فبلسانه. قلنا المقاصد تحوي هذا الباب، لأنه إذا غير بيده ماذا يحدث؟ غالبا يأتي بمنكر أنكر، دخلوا فوجد الرجل بيبيع خمرة، أيها الفاسق الفاجر، وتبيع النبيذ في محلنا في شارعنا، فأحرقوا المحل، طيب، وأدموه، وأي أحد يمشي في الشارع خلاص بقى مرعوبا مذعورا. ما الذي حدث؟ كل من في الشارع بيصلي لابد يحقق معه، مش بقى ملتحدة خلاص، ذهب للفسحة التي سيرى فيها الرفاهية الكبرى. جيد، في هذا الباب. بعدها الرجل صاحب الخمر يؤخذ والقاضي يحكم له ببناء جديد ومحل جديد ومع محل إضافي، يعني كان أنت بتبيع شيء وتاخد هدية معاه، فاهم حضرتك؟ ثم كان يبيع في الدرة فأخذ ترخيصا على أو أخذ أو 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 قل أخذ حماية على ذلك. ماذا فعلت أنت؟ افتيت على ولي الأمر، أفسدت أمرا عظيما، جرأت الناس على أهل الدعوة، طيب، وقفت الدعوة،
بهذا ما في ما في اللي ماشي في الشارع ملتعي زي الاخ بيتكلم في هذا. يبقى اذا مصيبته الكبيره انه لو حتى تكلم عن الدين الناس العوام يبغضون ذلك، لا سيما اذا كان الاعلام شغال بنفس الوتيره، فاهم؟ ان الثلاجه حرام والمروحه حرام، بتجيب هواء من السقف واحنا ما اعتدنا ان في هواء، هذه بدعه، كسر كل المراوح، فاهمني؟ فالناس بقى خلاص قالت نعم لما يدخل يفعل ذلك، هذا فكرهم حقا، هذه عقليتهم المتخلفه، وده حاصل كثير من هؤلاء عقليتهم حقا متخلفة. أخ كلمني كان يعني له دور في الداخل والحمد لله خرج من هذا الدور الذي كان فيه، قال لي أنا جالس جنب الرجل فقال له أنا علي كذا، قال له إذن استأنف، قال له يا كافر تريد تستأنف في الأحكام الوضعية؟ فهم الرجل بيقول له أنا حموت يعني المسألة أنا بريء فأنا أستأنف، قال له كمان تقول تستأنف، كفرت بما قلت، لما أرضيت أنت رضيت بالأحكام ورضيت بأنك ستدخل باب بوابة قلعة الكفر، فاهم؟ متخلفون حقا في هذا الباب. فإذا أنت الافتيات على ولي الأمر لابد أن يأتي بمفاسد أعظم مما تكون، وأقل هذه المفاسد تعطيل الدعوة، أقلها، هناك بقى مفاسد أعظم من ذلك. لذلك قلنا إن الإنكار المنكر بيد بشرط أن ولي الأمر أذن لك بذلك. أنت مدير شركة ووجدت سرقة، وجدت منكرا فضربت باليد، يعني أنكرت باليد، أنت مخول من قبل مين؟ ولي الأمر، فصرت وكيلا عنه، فهذا يجوز لأنه لن يفسد، ولأنك المخول أنت المدير فيجوز. لكن على الناس العلماء وطلبة العلم أن ينكروا باللسان، هذا أقصى ما يملكون، أو يكون راعي في بيته، والراعي مسؤول عن رعيته في هذا البيت. عمر الخطاب فعل ذلك بوجود ولي الأمر. ليه؟ لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم ملتصق بإيش؟ ملتصق بالمسجد، فأي حركة في المسجد تصل للنبي صلى الله عليه وسلم، حسبهم. وحتى لو قيل لكن هو ما رجع، قلنا هو عمل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو أوسق الناس في ذلك، ومعلوم أن عمر له الوجاهة عند من؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلن يأتي بالمنكر. لكن أنت من أنت؟ يأتون بك يقول لك من أنت؟ أنت أصلا لو أمك ما سمت كما عرف الناس اسمك بحال الأحوال، أنت غير ما أنت مجهول الهوية، فتفعل أمرا حدثا عظيما بذلك، يعني لست أهلا له، مفهوم؟ فالصحابي حتى الصحابي لو أنكر على ولي الأمر علنا نقول له تعال هات لي برجل له مكانة عند ولي الأمر كما الصاحب عند ولي الأمر. سلمان بيقول له عمر بيقول له يا أمير المؤمنين، قال له إيه؟ قال له يا عمر. أبي عندما طلب في الاستئذان من يعضده من يصدقه بذلك، ماذا قال له أبي؟ أولا قال لن نبعث معك إلا أصغرنا، ثم جاء لعمر قال يا عمر، ما قال ابنه، قال يا عمر لا تكن عذابا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ائتيني برجل له مكانة الصاحب عند ولي الأمر وأنا أقول لك فليفعل. الأمر الثالث في هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على إنكار المنكر، لأنه إنكاره ليس إنكارا لأصل الإنكار، مفهومة أسلوب كلام؟ إنكار النبي على عمر ليس إنكارا لأصل الإنكار، صح ولا لا؟ فاهم؟ أنتم فاهمون؟ زول؟ لا والله. طيب، فإذا هو أصلا أقروا على الإنكار، لذلك قال له دعهم فإن اليوم إيه؟ عيد، دعهم يا عمر، وقال إنهم بنو أرفدة، ارموا فإن أباكم كان رميم. فهذا كما قلنا إنكار لوجود الاستثناء، كما قال أبي بكر لما قال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله، قال دعهم فإن اليوم عيد. وفيها جواز رؤية النساء الرجال على العموم في الحديث ده برضه، ما هي عائشة نظرت، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك، عمر بيفعل ذلك، عائشة كانت خدها على خد النبي صلى الله عليه وسلم ترى الحبشة يلعبون. لذلك يجوز للمرأة أن تنظر للرجال نظرا إيش؟ عام، ما تنظر للشهوة. وفيها مكانة عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قال إيه يا عمر،
إنك لو سلكت فجا لسلك الشيطان الفج فجا غير الفج الذي سلكته. وهذه من وهذه فيها دلالة على أن الأمة أراد الله بها خيرا لوجود الشيخين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها استفاء الله جل في علاه للصحابة، ما من أحد يقدمه الله على الناس إلا ولابد أن يجعله صحبة من أخلص الناس. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.